المباراة مباراة ثقافية، مباراة وعي. فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله كلام فيه مبالغة وفيه شك. اللي أقصده لما تقرأ القرآن إيه؟ أن النصر دائما شيء مفاجئ. اوعوا حد يضحك عليك، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناتكم الوعي الإسلامي. في هذه الحلقة نتناول ادعاءات وأكاذيب شلة الإقصاء الواطي أو الإسفاف الواطي وخطتها لخداع الشعب المصري المسلم وتنفيذ مخطط المخابرات الأمريكية بتمكينها من سرقة ثورة الشعب المصري المسلم وأن تقع في يد العلمانيين وجاسوس أمريكاني جديد. من بين هذه الادعاءات والأكاذيب لشلة الإقصاء الواطي أو الإسفاف الواطي أنهم يقولون يا أخي اعملوا زي الرسول في فتح مكة، الرسول عفى عن الكفار الذين قتلوا أقاربه ويعني مش قتل عمه حمزة، يعني في القتال بين المسلمين وبين كفار قريش قتل الكثير من المسلمين ومن أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وعفى عنهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلماذا لا نقول لضباط العسكر اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولماذا لا نقول لمؤيد السيسي اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ طبعا الناس دي ناس أفاقة ومخادعة. وأنا بقول لهم لو فيكم راجل، لو فيكم راجل وأتحدكم أن فيكم راجل، لو فيكم راجل اعملوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة. لكن ما فيكوش راجل وهعرفكم ليه حالي. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وتحداكم أن تعملوا زيه؟ والله كانوا الأمريكان يضربوكم بالجزم. الرسول في فتح مكة أول خطوة عملها أعد جيشا، قوة عسكرية مسلحة، عمل جيش بالسلاح. هل أنتم يا بتوع الإسفاف الواطي والإقصاء الواطي أعددتم جيشا وقوة عسكرية مسلحة؟ لا، ما تضروش طبعا الأمريكان يدوكوا بالجزم. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جيشه، هذا الجيش المسلمين وهذه القوة العسكرية، وتوجه بها صوب مكة سرا، لا مفاوضات، لا حد رايح ولا حد جاي ولا حد بين الرسائل من السيسي ولا رسائل للمخابرات ولا التماسات ولا كلام من ده. فهل أنتم يا بتوع الإقصاء الواطي أعددتم جيش والخطوة الثانية واخدينه رايحين للقاهرة؟ شو انتوا عايزين تعملوا فتح مكة؟ ده اللي حصل في فتح مكة، تباغتون العسكر في القاهرة؟ لا، ليه؟ لأن الأمريكان اللي انتوا بتنسقوا معاهم هيدوكوا بالجزم. الأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض التفاوض مع كفار قريش، مفيش مفاوضات نهائيا. حتى لما أبو سفيان ذهب، لما تراجع الذي حدث مفيش مفاوضات، لا توجد مفاوضات على حكم مكة، السيادة في مكة للمسلمين، الحكم للمسلمين، الدين للمسلمين، ده فتح مكة. الجيش والحكم والشرطة والقضاء وكل الكلام ده للمسلمين، للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس محلا للتفاوض، ده ما فيهوش تفاوض. فهل انتم ذهبتم بجيش بهذا الجيش بقى؟ انتوا عايزين تعملوا بقى، لو عايزين تعملوا زي الرسول مفروض ان انتم تعملوا جيش قوة عسكرية مسلحة وتذهبوا سرا الى القاهرة وتبقوا تقفوا عليها والعسكر يجوا يفاوضوا، تقولوا ما فيش مفاوضات، تسلمون الحكم وانتم ليس لكم اي شروط. يعني فتح مكة هل الكفار اشترطوا على الرسول اي شيء؟ ولا شيء. اذا ما الذي حدث في فتح مكة؟ ده كفار قريش فاوضوا على شروط الاستسلام.
كل الحكايه ان هم بيتفاوضوا على شروط الاستسلام، زي ما بتوع شله الاقصاء الواطي والجماعه المنافقين الان يفاوضون الامريكان والعسكر ومخابرات العسكر على شروط الاستسلام. ويقول لك المصالحه، مصالحه ليه؟ لا مصالحه دي ان في طرفين انت بتسيطر على نص البلد، على الصعيد والعسكر بيسيطروا على الدلتا، فنقعد نتفاوض نقعد نصالح. انما انت ده واحد مهزوم، واحد في السجون واسير، هيفاوض للمنتصر كيف يعني؟ يعني انت لما تخلق وضع انتصار ساعتها نقول في بقى مفاوضات ومصالحه، المصالحه تكون بين ندين قاعدين على الترابيزه كده. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكه كان بيفاوض على ايه؟ على شروط الاستسلام. ايه شروط الاستسلام؟ انه من دخل بيته فهو امن، ومن دخل الكعبه فهو امن، ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن. يعني هو يؤمنهم على حياتهم، عفو مقابل استسلام. ونحن قلنا هذا، يعني انا شرفت ان اكون من ضمن الذين اصدروا بيانا يطالب بتسريح العسكر ويحذر من تقسيم مصر وكل هذا، اذا لم نسرحهم لابد من تسريحهم. وقلنا كده عفو عن كل ضابط وكل عسكري قتل ولا سرق ولا نهب اذا استسلم. سلم يا عم الحاج، خد سلاحك وروح بيتك يابا، احنا مش عاوزين دماء اهو، اتفضل روح بقى. انما تاتي تقاتلني؟ لا. تاتي وتشتغل لحساب الامريكان؟ لا. تحارب الشعب المصري المسلم؟ لا. تحارب لصالح اعداء الاسلام والمسلمين؟ لا. كل هذا مرفوض ولا مجال للتفاوض فيه. انما لو هو الضباط والعساكر، يعني العساكر المدنيين اسر، لكن حتى من قتل منهم يعني نعمل معهم كما عمل الرسول في مكه، يسلموا الحكم، يستسلموا مقابل ان احنا نقول عفو وايه، نؤمنهم على حياتهم ولا نلاحقهم. ده انتوا اللي عاوزين تعملوا هذا يا بتوع الاقصاء الواطي او الاسفاف الواطي. وطبعا انتم لن تفعلوا هذا. لماذا؟ لان التعليمات اللي جايه من امريكا ان العسكر خط احمر، ووحده العسكر وتماسكهم امر امريكي. فتلاقي السيسي بيقول لك لابد نحافظ على العسكر، اللي بيشتموا في السيسي يقول لك لابد نحافظ على العسكر، اليمين يقول بنحافظ على العسكر، الشمال بيقول الشيوعي يقول نحافظ على العسكر، والاسلامي يقول نحافظ على العسكر. لا، في ايه؟ ده انتم اختلفتم في نطبق شرعه ما نطبقهاش، اختلفتم نصلي ولا ما نصليش، اختلفتم في نبقى مسلمين ولا مسيحيين، لكن في مساله ان احنا نحافظ على العسكر كله اتفاق. لماذا؟ لانه الامريكان، هذا مطلب الامريكان وهذه اوامر الامريكان. نتكلمها بوضوح، ما اطلع شويه نلف الناس وفتح مكه ومش فتح مكه، هنقعد بقى نتمحك. اين انتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله كان رجلا ياخذ بالقوه ويقيم الدوله بالسيف. الرسول اقام الدوله الاسلاميه بالسيف، انتم بقى عايزين تقوموا دوله بالسيف؟ لا، خلاص ما تتكلموش عن الرسول. عاوزين تتكلموا عن الثوره الفرنسيه بتاعتكم؟ ما الثوره انتوا عايزين تقولوا دي ثوره ليست ثوره اسلاميه. واول ما تسمعوا كلمه اسلاميه يعني انتم منافقون، يعني ترون ايه؟ يتميزون من الغيظ. يعني دي كلمه جاده يقول لك اسلام، لا مش اسلام، ما ماتش من اجل دي، ما ماتش من اجل الهويه. طيب عاوزينها ثوره علمانيه؟ عندكم الثوره بترفعوا انتوا عيش حريه عداله اجتماعيه، ده شعار الثوره الايه؟ الفرنسيه. الثوره الفرنسيه دي عملت ايه؟ عملت مقصله. ما هو انت اذا انت عاوز، تعال تعال نعرض نموذج يعني في دقيقه مشهد من الثوره الفرنسيه. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, la vertu sans laquelle la terreur est funeste. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante.
comprennent pas. Il faut encore leur apprendre beaucoup de choses. Et pourtant, c'est moi qui apprends quelque chose, Moïse. J'apprends que la vertu, si elle veut triompher, doit s'accompagner de la terreur. هذا هو الذي حدث في الثورة العلمانية. انتم طالبون ثورة علمانية على غرار هذه. احنا بقى عاوزين ثورة إسلامية على غرار فتح مكة. ان المسلمون الشعب المصري المسلم هو الذي يمتلك القوة. الشعب المصري المسلم يكون له جيش. وفي نفس الوقت نريد ان احنا نحقن الدماء. لكن ترك العسكر سيؤدي الى سفك دماء هيبيد 85 مليون مسلم. عشان خاطر 50,000 ضابط مرتزقه عاوزين يعيشوا ويتفسحوا ويتنططوا علينا فيقتلوا 85 مليون مسلم عشان هم ال 50,000 يعيشوا. دي ايه الافتراء بتاع ابوهم ده يعني؟ فبالتالي المساله تتعلق مساله وجود، اما تسريح العسكر واما مصر لن تكون موجوده، هتبقى زي الاندلس وهتذبحونا كل، انا بقول للمسلمين كلهم، كانوا بيصلوا، ان كانوا ناس عارفه ربنا، ان كانوا ناس غشاشين، ان كانوا ناس، والله وهو يحدث الان قاعدين في العشوائيات وكانوا يؤيدون العسكر، الان العسكر يشعلون النار في بيوتكم وتردونكم في الشوارع. هذا هو ما كان يحدث لمسلمي الاندلس، كانوا بيتحرقوا كده وبيطلعوا لهم في بيوتهم نفس الوضع. وقلنا لكم هذه المساله، اما ان مصر يحكمها المسلمون تعود لحكم المسلمين، وإما أن يظل النصارى يحكمونها والعسكر أدوات، وبالتالي المسلمون هؤلاء يبادون. عشان نوضح الفكرة أكثر سنعرض الآن مشاهد تمثيلية لفتح مكة. عدنا مشاهدينا مرة أخرى، فأعتقد الأمور واضحة. أنا بقول لهم يا بتوع الإسفاف الواطي يا بتوع الإقصاء الواطي، لما تبوا بتنسقوا مع الأمريكان ولما تكونوا خايفين من الأمريكان اطلعوا قولوا احنا خايفين مع الأمريكان، احنا بننسق مع الأمريكان، ما نعودش بقى نلف ونعمل كده وندعي الشجاعة وإننا الثورة وإننا الوطنية والرموز والقامات والبدنجان والكلام الفاضي التافه بتاعكم ده. وسنخص حلقة أخرى بإذن الله إن شاء الله أيضا لكيف أن بتوع الإسفاف الواطي أو الإقصاء الواطي، لأن المصطلحين صحيحين، الإسفاف فهناك إسفاف وإقصاء فهناك إقصاء للمسلمين ولكل ما هو إسلام. سنخص حلقة أخرى أشرح فيها موضوع صلح الحديبية، وأتحدهم أيضا أن يفعلوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وانتظرونا في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.